الأغاني ممكن ولسه ياما في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. مساء الخير مشاهدينا الأعزاء. نظام البقروت الموجود في القدس لطلبة المدارس، هل هو حل وخيار بديل عن التوجيه لطلبة القدس ولا هو طمس للثقافة العربية الفلسطينية؟ هو موضوع قررنا نطرحه اليوم بحلقتنا من الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب بيلارا، وأكيد من طاقم علي صوتك. صحيح، نظام البقروت في القدس هو أصبح بديل للنظام التوجيهي، أو يعدوه طلبة المقدسيين بديل للنظام التوجيهي، خصوصا أنه بيعتبروه بيفتح لهم آفاق أكثر من التوجيهي خصوصا في القدس. لذلك أصبح توجه المقدسيين بحكم الأوضاع الصعبة اللي بيعيشوها نحو البقروت أكثر أو زاد عن توجههم نحو التوجيهي. وأكيد بنفس الوقت بتهدد فكرة البقروت المسيرة التعليمية والتربوية لطلابنا، خصوصا في ظل أنه سلطات الاحتلال اليوم عم بتهددهم لدرجة أنه عم بتحاول تفرضه بصورة كتير واسعة، وعم يعني عم بينفرض في القدس وفي مناطق الداخل. صحيح، وبالتالي بشان هذا الإشي نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن حكومة الكيان الإسرائيلي اتخذت عدد من الإجراءات تجاه أهالي القدس في عام 1967، حيث فرضوا عليهم دراسة المنهاج الذي يدرسونه فلسطيني الداخل. إذن مشان هيك خلينا صبرين مع مشاهدين الأعزاء نشوف هذا التقرير بعرفنا أكثر على موضوع الحلقة البقروت. تشرف وزارة التربية الإسرائيلية على امتحان يجبر الطلبة بعض الأحيان في القدس على تقديمه للتعلم في الجامعات الإسرائيلية. يلزم منهاج البقروت الطلبة بدراسة 3 وحدات من اللغة العربية و2 للعبرية و3 للإنجليزية و3 للرياضيات، كما 2 للتاريخ و1 للمدنيات. يتم احتساب معدل البقروت من خلال مقياس على 100 لمجموع الوحدات والمعدل العام للمادة. تعرف درجات التعليم من خلال وحدات تعليمية تعبر عن درجة التعمق في تعليم الموضوع ودرجة صعوبته، بالإضافة إلى عدد الساعات التعليمية الأسبوعية التي منحت لهذا الموضوع، فيتراوح عدد الوحدات بين 1 و5، وتعبر كل وحدة تعليمية عن 90 ساعة تعليمية في الصف. وتتكون علامة البقروت النهائية من علامة الامتحان النهائي الذي تعطى مواعيده من قبل وزارة التربية والتعليم والرياضة في إسرائيل، والعلامة المعتبرة هي تلك التي يحرزها الطلبة بنفس الموضوع في الامتحان الذي أعطي من قبل المدرسة الثانوية. ينتسب للبرنامج كما هو مسموح به للطلبة العربي في القدس 300 طالب لكل دورة، يجتاز الامتحان منهم 230 طالبا في السنة من أصل 1500 طالب مقدسي يتقدمون لامتحانات البقروت الإسرائيلية سنويا. ويبقى السؤال عن البقروت، هل يضعف خيار دراسة البقروت الارتباط التربوي للطلبة بهوية سيرتهم التعليمية؟ فكرك أنيس بيأثر على موضوع الهوية اللي موجودة عندنا كفلسطينيين خصوصا بالقدس؟ خلينا نناقش هذا الإشي مع ضيوفنا اللي راح نضموا لنا كمان شوي صبرين. أكيد صحيح، ويمكن كمان لازم نحكي عن دراسة اللي هي نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على موقعها حول القدس الشريف الواقع والتحديات، واللي قالت إنه سعت السلطات الإسرائيلية لفرض البقروت بصورة تدريجية مع تضييق الخناق على المدارس الخاصة الأهلية في القدس، وذلك طبعا بإصدارها قانون الإشراف على المدارس لعام 1969 واللي شمل الإشراف الكامل على جميع المدارس بما فيها المدارس الخاصة بالطوائف الدينية إضافة إلى المدارس الخاصة الأهلية. صحيح،
أكيد صابرين، بالإضافة كذلك فرضت على هذه المدارس الجهاز التعليمي فيها الحصول على تراخيص إسرائيلية تجيز لها الاستمرار في ممارسة نشاطاتها. هذا بالإضافة أيضا أن الحكومة الإسرائيلية كانت دائما تراقب الدعم المادي لهذه المدارس. ولكن أكيد الركيز الأهم هم الطلبة في العملية التربوية والتعليمية. يمكن في غياب انسجام الجهة المشرفة على هدول الطلبة في مدارسهم وتعدد الظروف التربوية والتعليمية اللي يمكن بتأثر على مسيرتهم، يمكن ما في أحسن من طلاب البقروت يحكونا عن هذا الموضوع. خلينا نتابع بالتقرير. اخترتي نظام البقروت، ما اخترتي مثلا نظام التوجيهي إنه تكملي فيه؟ نظام البقروت كنظام تعليم بصراحة أسهل، أنا كشخص أو كإنسانة مسؤولة من بيته من أولاد. أنا قدمت توجيهي ووجدت صعوبة إنه في المادة التوجيهية لأنه ما بتناسب الوقت اللي إحنا فيه. يعني صحيح هو التاريخ بضل تاريخ واقع وكل إشي، بس بحكي عن أوقات يعني إحنا ما عشناها. فهلا مادة البقروت كتير يعني بتناسب الوقت والظروف اللي إحنا بنعيش فيها هلا، واللي لازم نتعرف عليها إحنا كشباب إنه في أول عمرنا، يعني إنه إشي واقع في حياتنا هذا، يعني كتير بتلائمنا إحنا. طب أنت خلصت توجيهي أصلاً ولا لا؟ خلصت توجيهي أنا، وبس حبيت إنه أجرب البقروت لأنه كتير نصحوني فيه. نظام البقروت كتير بيساعد، بيفتح مجالات أكتر من التوجيهي، وخصوصاً اللي تركوا المدرسة وهم صغار، يعني إنه يعني أقل من توجيهي. أنا حاولت أقدم تاسع عشان أتقدم توجيهي عربي بس ما زبط، يعني كتير صعب للعمر وللوقت. فالبقروت كتير أسهل، بيفتح مجالات أكتر. نظام البقروت أول إشي كتير أسهل يعني بالنسبة لنا، وحدات يعني يعني طلباته أقل من التوجيهي. من ناحية المناهج خلنا نقول العلاقة بإسرائيل، كيف التاريخ الإسرائيلي وهيك، ما بتشعري إنه بيأثر عليكي كفلسطينية ولا لا؟ لا، لأنه الهوية الفلسطينية إشي مزروع جوانا، يعني مش إشي نحاول نتعلمه. المواد بتعلمنا إنه إحنا كيف نتعلم قانون إسرائيل، كيف أشياء حتى من حقوقنا كونها دولة مستعمريتنا، يعني فبنتعلم منها أشياء كتير بتفيدنا إحنا لإلنا، مش عم بتغير هويتنا أو إنه إحنا بنصير ننتمي لإسرائيل أكتر. هو طبع لا ما بأثر، بس إنه يعني مجرد ما إحنا بنكتب كلمات يعني، بس اللي في القلب بضل في القلب المعنى، فمرحلة بدها تعدي. بعتقدش إنه في هناك عملية تأثير على عقل الطالب في كيف يفكر تجاه مسألة البقروت، لأنه المنهج بالآخر هو منهج عام، تاريخ عام واضح. رجعنا لكم مشاهدينا الأعزاء بعد ما شفتوا هذا التقرير اللي بيطرح فيه آراء طلاب البقروت اللي بيناقشوا أكثر مفهوم البقروت، هل هو معهم أو لا. مشان نناقشوا أكثر مع ضيوفنا، معنا السيدة سوسن الصفدي مديرة العلاقات العامة في مديرية التربية والتعليم الأوقاف، والسيد سائد مشعل أستاذ اللغة العربية في مدرسة بيت صفافة لتعليم البقروت. أهلا وسهلا فيكم. يعني بدي أبدأ معك ست سوسن، يمكن بداية برأيك يعني شو تعليقك على موضوع اتباع سياسة الاحتلال لتغيير المناهج بعد 1967؟ يمكن حاولوا قد ما بيقدروا أنه يغيروا المناهج وتحديدا في القدس، يعني إذا بدنا شوي نغض النظر عن الضفة الغربية. يعني تحديدا القدس بداية هي تم استهدافها من عام 1967. قبل عام 1967 كان نظام التعليمي يتبع للأردن، بعد ما احتلت إسرائيل القدس في هذا العام أول قرار كان قرار ضم القدس. قرار ضم القدس طبعا بناء عليه تم عملية فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الحكومية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. هلأ في هذيك الوقت كانت الشعب الناس المقدسيين كان عندهم وعي كافي وكان عندهم استراتيجية ورؤية واضحة، إنه كان في نضال ونضال شرس جدا لمقاومة هذا المنهاج الإسرائيلي. وبالفعل يعني كانت النتيجة أنه سنة 1968 أعلنوا الإضراب، المعلمين رفضوا يشتغلوا في المدارس والأهالي رفضوا أنهم يرسلوا أولادهم للمدارس وأعلنوا الإضراب وضاعت السنة على بعض الطلاب. هذا النضال وهي الوعي المقدسي الوطني في هذيك الفترة أجبر إسرائيل أنها تخضع وأنها تغير
من سياستها بفرض المنهاج الإسرائيلي وعادت للمنهاج الأردني، وتم تطبيق المنهاج الأردني حتى عام 1900. طبعا بداية كان المنهاج الأردني لسنة 88 لل 94، وبال 2000 دخل المنهاج الفلسطيني. هلا احنا كلنا بنعرف انه يعني اي قوة احتلالية هي بداية تستهدف قطاع الشباب، واكثر امتداد في المجتمع هم قطاع الشباب، واكثر اكبر فرصه انه نوصل فيها لقطاع الشباب هو من خلال التعليم ومن خلال المنهاج. المنهاج مش بس كتاب، المنهاج ولا هو ماده معرفيه، المنهاج هو فلسفه تربويه وطنيه بتساعد المواطن الصالح على تمييزه لهويته، على تثبيت جذوره، تجديره في الارض. فمن هون بيتم باستمرار استهداف المناهج كأول وأكبر وسيلة لاستهداف الشباب. بالحديث عن المناهج سيد سوسن، يعني أستاذ سائد، 40,000 طالب بدرسوا منهاج هو منهاج أقرته سلطات الاحتلال الفلسطينية. أنتوا كمعلمين بتدرسوا البيقروت، وين المنهاج، وين دوركم في انه تثبيت المنهاج، تثبيت هذا المنهاج للطلاب، وانتم كدوركم كاساتذه في اتباع منهجيه تربويه صحيحه مشان تتفادوا هذا المنهاج اللي ثبتته سلطات الاحتلال؟ بدايه المنهاج الفلسطيني يعلم في كل مدارس القدس باستثناء مدرسه واحده فقط لخصوصيتها، وهي مدرسه بيت صفافه. بيت صفافه هي المدرسه الوحيده التي يدرس فيها المنهاج الفلسطيني إضافة إلى المنهاج الإسرائيلي البقروت، لخصوصية موقعها كونها احتلت عام 48 وعام 67. فبعض سكان بيت صفافة يحملون الجنسية الإسرائيلية، والبعض الآخر يحمل هوية الزرقاء الإسرائيلية. فمعظم الطلبة الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يتجهون إلى تعلم البقروت، إلى منهاج البقروت، لأنه بالنسبة إليهم أسهل. وبعد انتهاء من دراسة البقروت يلجؤون أو يذهبون إلى الجامعات الإسرائيلية، بينما الجانب الآخر من السكان وهم الحاملون للهوية الزرقاء فهم عرب 67. إذن بعد انتهاء أو بعد إنهائهم شهادة الدراسة الثانوية التوجيهي فإنهم يتوجهون إلى الجامعات الفلسطينية، والبعض منهم يتوجه إلى الجامعات الإسرائيلية بعد أن يتقدم الامتحان البسيخومتري، وهو الامتحان المقرر لدخول الجامعة الإسرائيلية. بدي أقاطعك سيد سيد، في معنى اتصال محمد من القدس. سيد محمد، سيد محمد أنت معنا على الهواء، تفضل. ألو، مساء الخير. أهلا، مساء النور، تفضل. بس حبيت أقول أنه تفضل محمد. سيد محمد، يبدو انه الاتصال انقطع. يعني سيد سائد، بالعوده لهذه النقطه وهي البقروت اساسا، كيف ممكن انتم كلجنه تعليميه صحيحه انه اصلا توعوا العالم اللي بتربوا من عمرهم، يعني ببلشوا منهاج تعليمي من الصغر كبقروت لحد 12 سنه، وهذه القيم وهذه المعلومات التي تبث لهذا اللي بيحكي بالعامية العظم الطري، فبيصفوا شوي شوي يتربوا على هذا الإشي. أنتوا كأساتذة كيف تتعاملوا مع هاي الأمور؟ بداية يعني منهاج اللغة العربية الذي أدرسه، وفي بعض الأحيان كنت أدرس اللغة الإنجليزية، المنهاج هو منهاج عادي مقارنة بالمنهاج الفلسطيني. يعني لا يوجد أي اختلاف في المنهاجين، سوى أن المنهاج الإسرائيلي والمنهاج البقروت في اللغة العربية هو أكثر اتساعاً وفيه سهولة أكثر من المنهاج الفلسطيني. احنا ما نتحدث بالضبط على اللغة العربية، احنا نتحدث على المناهج بشكل عام. بشكل عام أكثر. المنهاج هناك بعض الأمور في المنهاج الإسرائيلي يوجد فيها عنصرية. يعني في مادة التاريخ عندما يدرس تاريخ الشعب اليهودي يبين، أو مادة المدنيات تبين أن هناك أمور كثيرة يجب على الطالب الفلسطيني أن يأخذها بكل حذافيرها دون أن يبدي رأيه. بس يعني في ألفاظ معينة موجودة بالمنهاج اللي منقدرش إنه يعني في أشياء بالتاريخ مستحيل هيك نقرأ عنها. يعني لما باجي مثلا بدنا نطلع في الهاد مثلا بيبقى مكتوب أرض الميعاد، إنه
انه كيف طلبه فلسطينيين يعني القصد من الموضوع سيد سائد انه في بعض الامور اللي هي خارج عن الثقافه الفلسطينيه موجوده داخل البيجروت، كيف بيتم التعامل معها من هدول بطاقم تعليمي اللي بيدرس البيجروت اساسا؟ يعني عن طريق التقرير شفناه في 1500 طالب مقدسي بتوجه للبيجروت سنويا، يعني انت بتحكي عن حوالي 12,000 واحد في آخر 10 سنين توجهوا، أو أكثر من 15,000 واحد. هدول العالم كيف تتعاملوا معهم أنتوا كناس تربويين كأكاديمي كمعلم؟ يعني أنا أعطي المادة حقها، والأمور اللي فيها تمييز أو فيها عنصرية ما بتطرق لها، لكن الإشكالية تكمن في الامتحانات. في امتحان البقروت في بعض الأسئلة أنت مجبر أن تجيب عن السؤال بكل حذافيره، بكل ما توحي الكلمة، مثلا أرض الميعاد عليك أن تكتب ذلك في الإجابة، وإلا كانت الإجابة ناقصة. طب يعني سوري بدي أقطعك، بس خلينا أقطعك أنا كمان، في معنى اتصال. سلوى من بيت لحم. سيدي سلوى، أهلا مساء الخير. مساء النور، تفضلي. ببل الكل يعني بالخص إحنا مجتمعنا، خلصت صف تاسع على المنهاج التوجيهي صعب، بيحكوا المادة هسه يعني بدأ الكل يعني ياخدها يعني ويعتمد عليها يعني يدخل أي جامعة. كمان مرة السؤال. يعني أنا خلصت صف تاسع. تفضلي. وتزوجت. فبقدر أخذ المادة هذا وأخش في أي جامعة؟ قصدك البيجروت؟ آه. هو الضيف اللي راح يقدر يجاوبك. أنا بتشكرك على المداخلة سيدة سلمى، تفضل. أنا بشوف هاي ممكن من أكثر الإيجابيات، إنه الإنسان حتى لو انقطع عن الدراسة لمدة من الزمن وأراد أن يتقدم للبقروت فيتم له ذلك. يعني إذا أرادت فهي تستطيع أن تتقدم للبقروت بسنة واحدة، تستطيع أن تستكمل شهادة البقروت. وحتى لو يعني ممكن أنا ما درستش طبعا البقروت، لكن عندي اطلاع عن طبيعة المادة اللي بتم تدريسها. بس بالنسبة لسؤال الأخت اللي حكت أنه هي أنهت الصف التاسع، كمان القانون الفلسطيني، قانون التوجيه الفلسطيني، إذا هي أنهت الصف التاسع بنجاح بيعطيها الفرصة أنها تتقدم لتقديم الامتحان التوجيهي الثانوية العامة كدراسة خاصة. يعني هي كمان عندها الفرصة أنها تتقدم للتوجيهي، ما تخسر، يعني مش بحاجة أنها تروح فقط لامتحان البقروت عشان أنها تقدم امتحان الثانوية العامة أو تحصل على شهادة عشان تدخل على الجامعة. صحيح. بس إجابة إنه الإشكالية، يعني لما لامرأة متزوجة ممكن في سنة كاملة إنها تسوي توجيهي صعب. الإشي الإجابة مرات ممكن في البقروت إنه ممكن أنا أسوي البقروت على 3 مراحل. لا معلش، بس تصحيح لهاي المعلومة كمان، إنه حتى التوجيهي ممكن تقدمه على مراحل، يعني هيك دراسة خاصة مش ملزمة تقدم كل المواد بنفس السنة، هي ممكن تقدم المواد على سنتين أو أكثر من سنتين. يعني ممكن تقدم المواد الأدبية وبعدين المواد العلمية، تقسم بالطريقة اللي هي مريحة إلها. يعني امتحان التوجيهي مش هذا الامتحان المخيف أو الامتحان المبهم أو الامتحان اللي البعض اللي بيطلق عليه اسم امتحان عقيم. بالعكس، هو امتحان مرن، امتحان براعي الفروق الفردية، ويكفينا إنه هو امتحان يعني منهاج فلسطيني، وإحنا كشعب فلسطيني يعني طول سنواتنا افتقرنا لمنهاج فلسطيني. يعني بداية تكون المنهاج الاحتلال البريطاني، المنهاج الأردني، بعدين المنهاج لما اجت السلطة الوطنية الفلسطينية، من أكبر الإنجازات كان هو المنهاج الفلسطيني بغض النظر. خلينا نأخذ محمد من القدس. أنا بتأسف، شكله رجع كمان مرة. أنا متأسف. سيد محمد تفضل. هلا مرحبا. يا هلا. يعطيك العافية حبيبي. يعافيك يا رب. لا أنا محمد غيره، مش محمد اللي أهلا وسهلا فيك، تفضل. يعطيكم العافية وشكرا على بقعة هالضوء اللي عاملينها، يعني موضوع اجتماعي مهم كثير حقيقة، وشكرا للقائمين على البرنامج وشكرا للضيوف كمان. بالحقيقة يعني إنه أنا بحكي وجهة نظر في موضوع البقروت، يعني مثل الطلاب اللي بياخذوا التوجيه الألماني مثلا في رام الله نفس الشيء، هم ما بياخذوا ثقافة هذا الشعب، بس هم بيعدوا بمرحلة منهاج معينة بحاجة لحياتهم الاجتماعية وظرفهم الاجتماعي الحاصل في الوقت الحالي. يعني بمعنى آخر البقروت، يعني أنا طبعا أنا مش ماخذ بقروت لأنه أنا معي هوية ضفة غربية فلسطينية، ولكن ما حسب ما بنسمع وبنعرف يعني على البقروت بحد ذاته أنه مش غلط يأخذوا الطلاب المقدسيين في حال ناس في كثير فشلوا في موضوع الثانوية العامة والتوجيهي. هو عمليا ما بيكتسب الثقافة العبرية ولا الإسرائيلية، يعني هو بياخد المبدأ العلمي في المادة الموجودة
وبيطبقه ويستفيد منه فيما بعد. درس في الجامعة العبرية، درس في يعني أكيد حيكون دراسة في الجامعات العبرية، اللهم أنه هيختار المادة اللي هو بده إياها، ممكن يدرس التاريخ الفلسطيني فيما بعد يعني، أو يدرس مادة اللغة العربية، أو يدرس مادة الماركتينج يعني. فهو يعني كمان فرصة للناس اللي ما عندهم إمكانية في السيطرة على حجم وضغط المواد في التوجيه، لأنه 12 سنة كمان مش معقول أنه نيجي نحصر حياة البني آدم ومصيره ومستقبله على ثلاث شهور اللي هي مدة بين التوجيه والجامعة، يعني حرام كمان هذا للطلاب. بس بطلب إشي من الأستاذ الموجود معنا، أنا ما بعرف شو يعني بقروت يعني بالعربي، يعني إذا فيها تعرب أو لا. وشكرا كثير ويعطيكم العافية، ألف عافية يعطيكم. شكرا كثير. شكرا محمد. يعني بعرف إذا بتحب تجاوبه. البقروت هو امتحان الشهادة الثانوية الإسرائيلية، مثل امتحان الشهادة الثانوية التوجيهي في البقروت، اللي هو امتحان الشهادة الثانوية الإسرائيلي. توجيهي بالعربي، توجيهي بالعربي اختصار لامتحان الثانوية العامة البقروت اللي هو المنهج. طب خلينا قبل ما نكمل معك وضيوفنا نشوف هذا التقرير اللي بعرفنا أكثر على معهد أوميجا في القدس، اللي هو طارح نفسه أو هو معهد بيعلم البقروت والبسخومتري وكثير، وأيضا بيعطي دورات لتقوية التوجيه. نشوف هذا التقرير وبنرجع لكم. المعهد بيعطي كثير خدمات، الخدمات اللي بيعطيها هي أكاديمية وتعليمية. احنا بنعلم لغات، بنعلم بقروت، بنعلم توجيهي، مساعدة ببعض المواد التوجيهي، بنعلم بسيخومتري. الطلاب الموجودين هون توجهوا للبقروت لهدف معين، وطبعا الهدف الأسمى من العتبة هاي أو الدرجة اللي توصلهم لفوق الجامعات أو الأكاديمية كلها. وتوجهنا للبقروت بالذات تحديدا بقروت لأنه أسهل من التوجيه. أنا نفسي اطلعت على كثير مناهج بالمناهج فلسطينية، أنا بقدرها وبحترمها جدا، ولكن صدقا كمية الأشياء القومية والعربية، القومية العربية والفلسطينية الموجودة ككم من المعلومات بكتب البقروت هي أكثر مما هي موجودة بكتب التوجيهي. طبعا أنا ما بشجع، خلينا نقول إحنا ما منشجع البقروت، ولكن إحنا ما منطرحه بنفس الوقت بديل. البقروت بالقدس هو طبعا منهج إسرائيلي، إحنا بنحكي على كمان دولة القدس، طبعا بلا شك إحنا بنحكي على القدس المحتلة، فمش بس ثقافيا في تطبيق لنظام إسرائيلي بقلب المدارس اللي بتدرس بقروت أو المعاهد اللي بتعطي بقروت. هلأ الناس اللي بتتجه للبقروت عمالها أكثر، إذا بنطلع على جيل 30 و35 اللي التوجيه رفضوا والجامعات رفضته والكليات رفضوا، لما بتيجي أنت بتعطي أي حدا اليوم، أنا أو أنت أو أي حدا، تيجي تقوله مع أنه كثير رفضوك إحنا بنعطيك باب جديد، تعال تقدر تكمل لكثير أشياء كبديل، خلينا نقول كبديل للرفض ولكن ليس كبديل للتوجيه. بالمدنيات انت اصلا بدك تعرفي هاي اسمها قوانين الدوله اللي انت موجوده تحت نظامها، مش معنى نظام احتلالي ولا نظام انت بكيفك برضاك ولا غصب عنك، انت بنظام، انت موجوده بدوله بدك تعرفي قوانينها كاي قوانين دوله. روحي تعلمي على المانيا، مش لازم تدرسي قوانينها، بدك تعلمي حقوق بالمانيا. نفس الشيء التوجيه للطلاب بيكون انه احنا عم نحكي مثلا مثال، حكى الاستاذ اليوم فادي يعطي درس مدنيات وثيقة الاستقلال، هو بيحكيش عن دستور اسرائيل والله اليوم عنا بال 48 استقلت دولة اسرائيل، ما بيحكي لين هيك، بيحكي لين هاي يوم نكبتنا، عشان نتعلم الدرس تكتبوا صح انتوا لازم تعرفوا انه في وثيقة كانت بهذا اليوم سموها وثيقة استقلال. انا بحترم وبقدر جدا نظام التوجيه، ولكن في فئات من البقروت، يعني في فئات لناس، يعني في فئه اللي هي اعمار تتراوح ما بين 35 و40 بيجوا يدرسوا بقروت، وفي فئه اللي هم بين 20 و25، وفي فئه اللي هم 16 ل19، وهي الفئه اللي انا ما بحب حتى احنا كاستراتيجيه معهد ما بنحب نشجعها للبقروت. جرب التوجيهي، خلص التوجيهي، مر بمرحله التوجيهي، عيش جيلك بالتوجيهي،
شوف المطروح بالتوجيهي بعدين قرر، بعد ما تشوف وتجرب انت بدك تنتقل للبقروت ولا لا. مثل ما شفنا مشاهدينا بالتقرير اللي هي كان تقرير عن مدرسة أوميغا اللي موجودة بالقدس واللي هي بتعلم البقروت وبسخوبتري وغيرها من الأنظمة، يعني إذا بدنا نرجع لكم وخصوصا لإلك ست سوسن، يعني كيف حكى بالتقرير فراس قال إنه مهم جدا إنه إحنا كمان نساعد الطلبة اللي بيكونوا قطعوا مراحل كتير كبيرة، اللي بيكون مثلا تزوج وبعدين قرر يرجع للتعليم، هدول مهم إنه مثلا يلاقوا من البقروت خيار بديل. بالإضافة إنه صحيح هذا، بالإضافة إن المؤسسة بتطرح بتحكي إنه نحن كمؤسسة منعلم الإشي ولكن مش لازم يترسخ، فوين إنه يعني بقول لك إحنا مدرسة البيجروت لأنه فرصة ثانية، مش هو نظام إسرائيلي، نحن ما منهمش التوجيهي. يعني أنا بفكر إنه يعني إنه ليش نسأل إنه ليش لما إحنا عم نحكي إنه كفرصة ثانية. أنا معاكي إنه من حقهم اللي فقدوا حقهم في التعليم لسبب أو لآخر، انقطعوا عن الدراسة عمر كبير، هل التوجيهي بيحرمهم فرصة إنهم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة؟ إطلاقاً توجيهي بالعكس، يعني ممكن يقدموا دراسة خاصة، وكثير من الحالات بيكون الأب وابنه أو بنته أو الأب وابنه أحياناً بيتقدموا لامتحان الثانوية العامة. فالقضية مش إنه امتحان التوجيهي هو امتحان جائر بحق الطلبة، بالعكس هو بيفتح لهم كمان فرص وكمان أفاق. لكن اللي عماله بيحصل إنه الطلبة بتوجهوا لامتحان البيجروت لأسباب، يعني أنا بحثت كثير في أسباب اللي بتوجهوا لها الطلبة تحديداً لهذا الامتحان. رقم واحد كانت إنهم بيعتقدوا إنه امتحان أسهل، فتلقائيا بتلاقي الطالب بيتجه نحو المادة الأسهل على اعتبار انه هي هذه مادة أسهل، بيقدر انه هي 24 وحدة على ما اعتقد، بيقدر يخلصهم 20 وحدة، بيقدر يخلصهم بسنة، بيقدر يخلصهم بسنتين. لكن معظم التجارب اللي انا مريت فيها كانت تجارب فاشلة، حتى بنفس هاي الوحدات ما قدروا انهم يكملوا هاي الوحدات، هاي من ناحية. هلا من ناحية تانية بيجي البعض بيقول لك كمادة المدنيات، يعني مادة اللي احنا بنتعلم لكن هذا مش معناه انه يترسخ في ذهننا. مزبوط انه احنا بنسافر على المانيا بندرس الثقافة الالمانية بنتأثر ايش فيها، لكن انت هون عم تحكي عن ثقافة احتلالية، المانيا مش محتلة القدس لكن اسرائيل هي محتلة القدس، ومن ابسط قوانين الحقوق الانسان انه الانسان يمارس ثقافته ويعيش ثقافته في داخل المدينة والوطن اللي هو عايش فيه. فلما انت بتيجي بتدرس هذا الطالب مادة المدنيات، يعني اوكي بعيدا عن قضايا اللغة الانجليزية الرياضيات، لكن لما بتيجي انت بتدرس مادة المدنيات بعنوان كتاب عريض بعنوان ان تكون مواطنا صالحا في اسرائيل، لما انت بتدرسه عن اسرائيل، لما انت بتدرسه المسميات كلياتها بالمسميات الاسرائيلية، ما تقنعني انه هذا مش راح يترك اثر على نفسية الطالب، مش راح يترك اثر على انتماء الطالب، على توجه الطالب نحو 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 مدينته من ناحية. صحيح سيدي سوسن. هذا يعني انا مشان عم بداركنا الوقت، عشان بدي اعطي فرصة برضو للسيد سائد، هي بالضبط حكت هي النقطة يعني المفصلية، انه وين الوعي، انتو وين وعي الطلاب لهذه المشكلة اللي انتو بتواجهوها، وكيف انتو بتساعدوهم كمان بتساعد انه يكون في عندهم وعي. يعني هي اتطرقت للمدنيات، انا بشوف انه منيح انه الطالب يعرف القوانين الموجودة في الدولة. اوكي احنا تحت احتلال موجودين، لكن في القدس احنا كل القوانين اللي تطبق علينا هي قوانين إسرائيلية. هي بتحكي عن التربية، يعني بأساسها لما تيجي تحكي يا أرض الميعاد ووثيقة الاستقلال وكل هذه المدخلات اللي يعني هي بعيدة عن الثقافة الفلسطينية، وين أنتوا كهيئة تعليمية أكاديمية في توعية هدول العالم أنتوا إحنا مندرسكوا هذا الإشي، ولكن تدريسه لا يعني أبدا أنكم تعيشوا فيه. بس في نقطة مهمة حكتها أيضا، أنه دراستهم للبيجروت خلال 12 سنة بتصير في عملية ترسيخ لهدول العالم، لهدول الطلاب بيترسخ فيهم، حتى لو كانت بشكل مباشر أو غير مباشر أو بشكل وعي أو غير وعي، بيصير في عملية ترسيخ ل 12 سنة من عملية التعليم لهذا المنهاج. يعني مثل ما شرقية وكل الخطط الأيام هاي تشتغل على أنه مشاريع كثيرة حتى يتم أسرلة كاملة للمجتمع الفلسطيني في داخل القدس، يعني المؤسسات المشاريع الجديدة اللي تطبق في القدس الشرقية بشكل خاص. يعني قبل أسبوع أقرت الحكومة إقامة مشاريع بملايين الدولارات في داخل القدس، والتعليم بشكل خاص إسرائيل بتركز عليه، يعني حجمت دور السلطة في القدس، يعني السلطة
لا تستطيع أن تفعل أي شيء في القدس، أي نشاط تريد أن تقوم به في القدس يلاقي المعارضة من قبل الإسرائيليين. لأجل ذلك إسرائيل تركز على البقروت في من خلال أول شيء المراكز التي تعطى التراخيص، يعني في مدينة القدس في أكثر من 10-15 مركز يعلم مادة البقروت. لأجل ماذا؟ لأجل ترسيخ تعليم المنهاج الإسرائيلي ونسيان المنهاج الفلسطيني. يعني في سياسة ممنهجة في القدس بشكل خاص لترسيخ المنهاج الإسرائيلي، وبسبب عدم وجود ميزانيات ومشاريع تقوم بها السلطة. يعني بشكل واضح في مشاريع لازم تقوم فيها السلطة، يعني يجب على السلطة أن تضع ميزانية من ميزانيتها الخاصة 10% فقط للقدس. صحيح. كل القمم العربية تتكلم عن القدس وأموال للقدس، لا نرى شيئا. بالمقابل يعني يذهب الجميع إلى الجانب الآخر، لأنه لا نرى شيئا على أرض الواقع. لو كان هناك شيء على أرض الواقع لاختلف الوضع. كمان في رح نكمل بس في معنى اتصال. معنا فراس أبو عصبة اللي هو مدير معهد أوميغا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أول شيء شكرا لكم على هذا البرنامج القيم جدا اللي بيبحث النواحي الأكاديمية في القدس وضواحي القدس، وشكرا لضيوفكم الكرام. حبيت أنا بس أنوه لشغلة جدا صغيرة. الشغلة هي كالتالي، يعني تعال ما نأخذش المنهاج تبع البقروت ولا كأنه يعني السلاح اللي عماله بيرتمى علينا. احنا اليوم نتعامل بكثير أشياء موجودة بالقدس وضواحيها، من ضمنها خلينا نقول البقروت، ولكن البقروت يعني لازم نقول برضو لأنه بيحتوي على رياضيات، على إنجليزي، على كيمياء، على بيولوجيا، وهي المعلومات الموجودة هي مش بس موجودة يعني بالأراضي الفلسطينية أو بالأراضي الإسرائيلية، هاي نفس القوانين تبعات الكيمياء بتدرس بألمانيا وبتدرس بالصين وبتدرس بالهند. صحيح. سيد فراس، الشيء الوحيد اللي ممكن فراس نشوفه إحنا يأثر علينا كفلسطينيين على ثقافتنا الفلسطينية هو موضوع التاريخ أو المدنيات. ولكن بالضبط هو هذا الإشي سيد فراس اللي أنا، أنت حكيت نقطة جدا مهمة داخل التقرير، إنه الناس اللي بتراوح عبارهم بين 16-19 سنة هدول عالم أنت مش محبذ إنه يدخلوا بالبقروت قبل التوجيهي، لأنه هم زي ما بنحكي عظمهم لسه طري، فلسه الوعي عندهم عم بيتكون، وهذا إشي كتير مهم. يعني كان مطروح بسياسة المعهد عندكم زي ما أنتوا حكيتوا سيد فراس. صحيح انت بتحكي. اول شيء اللي بتحكي انت صحيح جدا، انا بس الصوت عندي موجود بالتليفون. لا اسمعني من التليفون مش من التلفزيون، اسمعني. ولكن القضية هون بتصير قضية ثانية اللي هي استراتيجية التدريس، كيف بدك تدرس، كيف بدك تعطي. يعني إذا بنروح على موضوع المدنيات أو على موضوع التاريخ، يعني لما أنا بدي أجي أدرس موضوع المدنيات، موضوع المدنيات بيحكي عن الدستور الإسرائيلي وعن الثقافة الإسرائيلية وعن القوانين الإسرائيلية إلى ما شابه. طب شو العيب وشو الغلط إني أنا أعرف القوانين اللي قدامي؟ شو عيب وشو الغلط إني أعرف بيوم نكبتنا، بيوم اللي هو أصعب يوم كان موجود على الأمة العربية كلها مش بس على الفلسطينية، كيف صار؟ شو صار؟ امتى صار؟ ليش صار؟ ليش ما اعرف الجانب الاخر شو بيطرح وشو طرحه؟ احنا بنعرف كلياتنا انه الاعتقالات كل يوم عمالها بتصير. طب شو المشكله لما انا اعرف كل ماده المدنيات الموجوده، ولكن اعرف بتشعر انه كمان اخوي او ابوي او ابن عمي او صديقي ضمن القوانين والديمقراطيه اللي حاططها هاي الدوله، انا بطلع عليها وانا بفهمها. ولكن فراس بتشعر كمان انه القضيه الفلسطينيه عم تاخذ حقها من هاي المدنيات كمان؟ وهذا بيعتمد أكيد برضو فراس على قديش الأساتذة الموجودين بدرسوا البقروت بيعملوا وعي زيادة للطلاب اللي بدرسوه. يعني حسب التقرير اللي شفناه إنه الأساتذة في المعهد هم بيحاولوا يوعوا العالم إنه تدرسوا هدول القوانين، ولكن أنتوا مش لازم تكونوا مؤمنين فيها، وهذا إشي جدا مهم كان مطروح خلال التقرير. كمان مرة يعني إحنا من بشكل مختصر سيد فراس، بشكل مختصر المرة احنا بنلف دائما حوالين نفس النقطة اللي بتقول هاي المعلومات ترسخ في ذهن الطالب. صدق وآمن انه لو انه تعليم البقروت يعني يحث فقط على تعليم التاريخ الإسرائيلي وتعليم المدنيات، فكان هذا الاشي اللي بتطرحه حضرتكم او الغلط اللي موجود كان بيكون صح.
ولكن صدق وأمن إنه الطالب عنده كثير أشياء براسه يدرسها، لدرجة إنه بمساعدة استراتيجية المعاهد أو المدارس بتصير قضية التاريخ والمدنيات إنه أعطيني المعلومات خليني أكتبها بالسؤال والجواب وانتهى الموضوع. ولكن زي ما أنا برضو حكيت في التقرير في كتاب اسمه مثلاً سيد فراس، تاريخ سيد فراس صديقي، أنا كتاب بالتاريخ اللي بيقول لك انه سيد فراس انا بضطر طلعوا مثلا صحيح. اليهود طلعوا لارض الميعاد. سيد فراس انا مضطر اني اشكرك لانه اخذت كثير من الوقت ومعنا ضيوفنا بالاستوديو، واظن انه فكرتك وضحت انه البيقروت هو مش فقط التاريخ والمدنيات، وحتى لو كنا نتعامل مع التاريخ والمدنيات لابد وانه الاساتذه يتوخوا الحذر في طرح هذه الامور. قبل ما نرجع على ضيوفنا في الاستوديو خلينا مع بعض نشوف هذا التقرير اللي بتحدث عن رأي الأهالي في البيقروت. بيقروت أنا بعرف إنه كل مواد إسرائيلية داخل مدنيات أكثر من الأردني. يعني ما كنت تشعري إنه كان يأثر شوي على فلسطينيتك ولا لا؟ مزبوط بأثر. طب شو بدنا نسوي؟ هل موجود يعني؟ الغاية تبرر الوسيلة. طب وشو هي هاي التأثيرات خلنا نقول؟ أول إشي ما عرفتش من خارطة فلسطين إشي، كل إسرائيلي اللي بدهم اياه هم درسونا اياه كتب اسرائيليه يعني مش اردني. هذه مشكله البيقروت هي ليس فقط مشكله المقدسيين اللي بتوجهوا لدراسه هذا الامتحان، هي محو تاريخ الفلسطيني ومحو وجودنا، واحنا يعني على اطلاع بهذا الموضوع خاصه في مدارس الداخل، مدارس الفلسطينيين 48 وقديش بيعانوا. بتعرفي حدا عم بدرس بيقروت هلا من عائلتك او ابنك او عندي بنتي السنه الجايه بدي احطها تدرس بسخنين، وابني عشان قلت لك جامعة كلية هداسة ما قبلته على 84 توجيهي بمدرسة الراشدية، بدهم هو الشهادة اليهودية قبلوها أكثر من بيت صفاف، ونسبة الشغل لما بتخلص من جامعة اليهود بيلاقي وظيفة بسرعة عند اليهود، حتى لو درس يعني بأبو ديس بير زيت ما بده سنة تحضيرية علشان يدخل عند اليهود، وبده لغة، فهو لما يكون متأسس من عند اليهود بيحتاجش يعني ضيع كمان وقت. بالتأكيد هذا النظام يحمل مخاطر، أولا هو محاولة سياسية من قبل البلدية لتسييس الوضع التعليمي في مدينة القدس وأسرلت الوضع التعليمي في القدس من خلال نظام البيقروت. أنا أعتقد أنه أيضا نظام التوجيهي بالنسبة لنا يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى طول تعديل، يعني بعض الطلاب يهربون من التوجيه إلى البيقروت لأسباب فنية أو لأسباب أكاديمية. أنا أنصح الطلاب بالكف أو بعدم الانجرار وراء التوجه الإسرائيلي بإغرائهم لدراسة النظام الإسرائيلي للبيقروت، وأن أنك توجهوا لدراسة التوجيه مع كل ملاحظاتي على التوجيه، إلا أنه يبقى الجسر الأساسي الذي يمكن للطالب المقدسي أن يعبر من خلاله للجامعة العربية أو الجامعة الفلسطينية. أنا أعتقد يجب أن جاء الوقت لنعيد النظر أصلا في كل منظومتنا التعليمية القائمة على تقديم امتحان الثانوية العامة. أعتقد جاء الوقت لنا جميعا، نحن مش فقط مؤسسة فيصل حسين، كل المؤسسات المهتمة في قطاع التعليم والشباب والثقافة، أن نجلس وأن نناقش هذا الأمر بجدية، وأن نقدم عروض على الحكومة، وأن نتشارك مع الحكومة مع وزارة التربية والتعليم في نقاش لكي نعرف كيف نستطيع أن نخرج من هذا الإطار اللي برأيي إطار عقيم. النظام الآخر له مخاطره، النظام الآخر يؤهلك للانخراط في سوق مختلفة تماما عن السوق الفلسطينية، بالتالي في ثقافة مختلفة تماما وفي ارتباط مع احتلال نحن نريد أن ننفك عنه. مثل ما شفنا بالتقرير أهالي الأبناء اللي يمكن بتعلموا بيقروت، وبنفس الوقت كمان بعض من الشخصيات، إذا بدنا نرجع لك ست سوسن، يعني طول الوقت منقول إنه البيقروت ممكن ينطرح كخيار بديل، ولكن عشان نيجي نقول للطلاب إنه لا ما بدنا هذا الخيار البديل وخلينا بالتوجيهي، كمان ما بدنا ننسى إنه التوجيهي فيه مشاكل. يعني اليوم الطالب اليوم أنيس لما بيدرس سنة كاملة بخلال أسبوع بتلاقيه راجع كل اللي درسه خلال هاي السنة، يعني كلنا كنا طلاب توجيهي ومنعرف الإشي أبدا مش سهل وبوتر، وخصوصا أنه صف اليوم ظاهرة اجتماعية كمان يعني
لا احنا يعني اذا بدنا ندخل بمقارنه ما بين نظام البيجروت الاسرائيلي وما بين نظام التوجيهي، هي انا بفكر هي مش حتكون يعني قضيه عادله. اذا تحدثنا عن الماده المعرفيه، هلا الماده المعرفيه اللي بتتقدم للطالب خلال سنوات الدراسه على مدى 12 عام وبتترجم نهاية بالتوجيهي، جزء منها متسلسل وجزء منها غير متسلسل حقيقة، وإحنا ندرك هذا الكلام. هلأ بالنسبة للبيجروت، البيجروت كمان قسمين، في البيجروت اللي بدرسوه بالمدارس واللي هو بيستمر على من مرحلة صف العاشر لمرحلة الثاني عشر، بيغطوا الوحدات بشكل متسلسل في المراكز، بيغطوا 24 وحدة في سنة كاملة. فبالتالي البيجروت اللي بيقدموه في المدارس هو مش بديل حقيقي للتوجيهي. لو فكرنا أنه ليش الطلاب بتوجهوا للبيجروت، يعني أنا من خلال تعاملي مع الطلبة، الطلاب بفضلوا البيجروت أولا لأنه هو أسهل، أسهل من ناحية أنه كمادة معرفية هو أسهل. البيجروت بيتقسم على أكثر من وحدة، على أكثر من مرحلة، بينما التوجيهي هو بيختزل كل سنوات الدراسة في فترة أسبوعين. هذا قد يكون في نوع يمكن نوع من الإجحاف بحق بعض الطلبة اللي ممكن يتعرضوا لحالة نفسية معينة في خلال هاي الفترة. فأنا كنظام يعني أنا مش ضد نظام الوحدات اللي بتبعوا النظام البيجروت، ولا أنا طبعا ضد نظام الثانوية العامة، بالعكس أنا بفتخر بنظام بالمنهاج الفلسطيني وبنظام الثانوية العامة، لكن بده تحديث، بده إعادة برمجة كنظام وحدات. لكن الخطر إحنا وين؟ الخطر إنه أنا ما بنظر للمنهاج البيجروت كنظام، الخطر أنا بنظر له كمادة تقدم للطلاب، مادة هي سم حقيقي يقدم للطلاب. فبفكر إنه لازم نشتغل شوي على منهاج التوجيهي أكثر، إعادة النظر في قضية التوجيهي والثانوية العامة أكثر، لكن مش البديل هو البيجروت بالمادة اللي مطروحة حاليا. أنا بفكر إنه هي جريمة ترتكب بحق النظام التعليمي وبحق الشباب وبحق القطاع التعليمي في مدينة القدس بإقبال الطلاب وبتشجيع الطلاب نحو امتحان البيجروت. وأغلب هاي المراكز حقيقة هي مراكز تجارية، يعني بعيدة عن الإشراف التربوي، كمان ما تنسوا هاي القضية إنه هاي مراكز ما فيها إشراف تربوي، هي تعتمد على المعلم. يعني إذا المعلم عنده شوية وطنية لنفرض ودرس مادة المدنيات بطريقة وطنية ممكن يكون هو أنجز، لكن إذا المعلم ما عندوش وعي في أي قضايا وطنية هون إحنا عمالنا بنواجه كارثة. سيد سوسن معنا اتصال. سيد رامي تفضل معنا أنت على الهواء. سيد رامي السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضل. أول شيء بالنسبة لي طبعا أنا بقدم بجروت، أنا عمري 35، فأنا التجأت البجروت طبعا زي ما حكيته بالبداية إنه وسيلة أسهل للتعليم. نفس الوقت أنا كنت سجين أمني ومصاب أمنيا طبعا من قبل الاحتلال. هلأ بحب أوضح للأخت بس الموجودة معنا بالبرنامج العلاقات العامة للأوقاف، إنه بالنسبة للمدنيات والتاريخ أثناء شرح الأستاذ طبعا هو واعينه، هو بالعادة كان يعني يحكي لنا فلسطين مكان إسرائيل، فهو ما كان يزم، بس بالمعنى أنه يعني ضروري أنه نكتب هاي الكلمة. لا بالنسبة لي أنا ما بيعني إذا إحنا حكينا كلمة إسرائيل في المنهاج أو أنه كتبنا، لأنه يعني بالنسبة لي مرحلة ولازم نعديها، ما بيعني أنه تغيرت الثوابت، ما بيعني أنه إحنا اعترفنا بالدولة الإسرائيلية، بالنسبة لنا مرحلة وبتعدي. ثانيا بالنسبة للتاريخ لما بزوروه منيح، احنا يعني بالنسبة لنا حلو ان الواحد يعرف شو الغير بفكر، شو سياسة الغير، شو هم بفكروا، شو مبادئهم. صحيح سيد كتير رامي. منيح نطلع شو هم بفكروا، شو برسمونا. شكرا لك جدا. اظن انه فكرتك وصلتك. انا فكرتك وصلت وانا بعتذر لانه لضيق الوقت. بدي اتوجه لإلك. خليني بس اعقب تعقيب سريع. فضلي. على بس ب 15 ثانية مشان اعطي المجال لسيد سائل. احترام لتاريخه النضالي، لكن انت بتحكي عن 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 نفسك 35 سنة ومريت بتجربة نضالية، قادر على التمييز بين الصح وبين الخطأ ومن ناحية وطنية، لكن لما عم تتحدث عن شباب صغار ما بين 16 ل19 سنة، ما بين 16 ل20 سنة، عمالهم بشكل منفتح على الاحتلال وعلى السوق العمل الإسرائيلي، أنا بفكر لسه هدول الشباب غير قادرين على التمييز الحقيقي وعلى تثبيت هويتهم بشكل واضح وبشكل حقيقي، فهون كمان بيكون الخطورة أكبر. طيب سيد سعد، أنت وين بتشوف البيجروت؟ هل هو فعلا بديل عن التوجيهي؟ والأخرامي بيحكي أنه الأساتذة هم بيوعونا بالأساس، وهذا لا ينفي تماما بعدنا الفلسطيني. يعني
أنا بدي أحكي إنه كيف تفضل الأخ حاتم عبد القادر قال إنه النظام التوجيهي في مشاكل، يعني في مشاكل بتوجه للبيقروت، يعني ما هو فيش بديل آخر، هاي الإشكالية. يعني بده يتوجه يساوي السات، السات صعب جدا، بده يساوي الآي بي كمان صعب جدا، يعني الإشي المقابل للتوجيهي هو البقروت، والبقروت بكل خلينا نحكي المواد اللي تعطى هو أسهل وأقدر، الطالب بيكون في أقدر على التحليل من التوجيهي. التوجيهي أنا بحكي لك أنا طالب سويت توجيهي، التوجيهي هو نظام تلقيني وبالآخر بدك تبصم وتجيب، يعني ممكن تجيب 99. طب ما هو البقروت بقول لك انه لازم تحفظ وتبصم. لا مش في كل المواد بتبصم، انت بتحلل في كثير شغلات، مثلا مادة اللغة العربية انت بتحلل، ما بجيب لك بدك حط 1 2 3 4 مثلا في التوجيه، لا انت بتحلل، وهذا بنعكس عليك كمان في الجامعة. لما تطلع على الجامعة، الجامعة ما بدها تلقين وابصم، لا بدك تحلل. اذا انت فش عندك القدرة على التحليل رح تلاقي عندك مشاكل. في كثير طلاب بجيب في التوجيه 99 و98 بيروح على الجامعة ما بزبط، ما بيجيب علامات عالية. إجحاف بحق التوجيه حقيقة أو بحق المنهاج الفلسطيني؟ لا هذا مش إجحاف، يعني الوضع اللي إحنا منعيشه بشكل خاص، أنا بحكي لك بيساهم بالعكس، بيركز على كل المستويات المعرفية والمستويات الذهنية، تحليل تركيب تقويم. قد يكون تقديم المادة يمكن بالنسبة للبعض المعلمين تقديم المادة يعني مش بالطريقة المناسبة، بس هو بالعكس يعني هو من أكثر الامتحانات اللي بتراعي الفروق الفردية. أوكي. هو بس بالآخر التوجيه أكثر من شخصية رسمية في السلطة تكلم عن أنه التوجيه في مشاكل، يعني يجب تغيير التوجيه، يجب إلغائه، يعني أكثر من سيناريو باتجاه التوجيهي. يعني أصلا المناهج يعني يفترض أنه المناهج باستمرار يتم تحديثها، يعني ما في تحديث من 2000 وتم عملية إسراء، بتم لها عملية إسراء بشكل مستمر، لكن السؤال بطرح نفسه، بتم تحديث بشكل مستمر، السؤال بطرح نفسه بالمناهج. ما هي كانت إشكالية المناهج منذ البداية أنه كمان المنهاج كان صعب على الأستاذ يدرسه، فلما يعني ليش الوزارة الأيام هاي يعني رصدت ملايين الدولارات للمعلمين حتى يعطوهم دورات كيف يدرسوا المنهاج؟ هو التغيير بحد ذاته، التغيير بحد ذاته هو تحدي، وتحدي كبير. صحيح. فأنت لما بتيجي بتقدم منهاج جديد، طبعاً المعلم حتى لو كان عنده خبرة 20 سنة هو فعلياً بده يبدأ مع المنهاج الجديد بغض النظر إيش كان نوعه، بقروت ولا سات ولا جي سي إي ولا توجيهي. فبالنهاية أنت لازم بالعكس. بالنهاية أنا بتشكركم، أنا بتشكركم جداً يعني على هذا موضوع شائك بحاجة لأكثر من حلقة. أنا يعني بدي رسالة منك بعشر ثواني ورسالة منك بعشر ثواني وبعدها أنا مضطر إنه خلص. رسالة نهائية إنه إحنا معركتنا في القدس هي معركة هوية، معركة انتماء، معركة وجود، وبالتالي إحنا يجب إنه نقاوم أي سياسة احتلالية بتدفع في عكس ذلك، سواء كان البيقروت، حتى لو كان البيقروت هو أفضل امتحان وأفضل منهاج على وجه الأرض، يكفي أن يكون هو منهاج إسرائيلي احتلالي عشان أنا أقاومه في مدينة القدس. بتمنى على الجيل الجديد ما يضيع النضال اللي خاضوه التربويين في 67 بالنهاية. بتشكرك لإلك رسالتك. يعني رسالتي الأخيرة أنا للمسؤولين الفلسطينيين إنهم يعطوا اهتمام أكثر في القدس حتى لا تضيع القدس، حتى لا يضيع التعليم في القدس. شكرا كثير لوجودكم معنا لليوم، كثير أخذتونا الحوار. كنت معنا السيدة سوسن الصفدي مديرة دائرة العلاقات العامة في مديرية التربية والتعليم التابعة لدائرة الأوقاف، والسيد سائد مشعل أستاذ اللغة العربية في مدرسة بيت صفافة. شكرا كثير لأنه كنتوا معنا لليوم. ويعني إن شاء الله تكون الرسالة وصلت من خلال هو موضوع شائك جدا. صحيح. بحاجة لأكثر من حلقة لنقاش ومزبوط. ولكن هلأ خلينا ننتقل مع بعض لفقرة فيلم فلسطيني لحتى نشوف فيلم جديد لشاب فلسطيني من الخليل. خلينا نشوف مع بعض. اسمي أحمد البكري، أنا من الخليل، عمري 23 سنة، عملت فيلم اسمه ولكن حياة مع صديقي أيمن أبو رموز.
فيلمي بيحكي عن حياة شباب من القدس ومن الضفة الغربية. ثلاث قصص تحكي عن الفن بفلسطين بشكل عام، بعيد عن الأشياء العادية اللي بنشوفها على التلفزيون، سواء الجدار أو الحواجز، الجيش، تعامل الشباب بحياتهم اليومية. فخلينا نشوف مع بعض. انتلت الغرفة وانتلت الحارة. الواحد مرات بيحس انه الضفة الغربية كلها واقفة على الجدار بدها تنط على القدس. يعني الفكرة رأيت لي شوي انا عبارة هيك، لما رفعنا راسنا منها كان في استقبالنا وفد جيش اسرائيلي، ولما دخلنا كانت هيصة كبيرة انه الخلايلة وصلوا والى اخره، لانه ما كانوش متوقعين انه نيجي بحكم انه ما معناش تصريح. غريب كثير كمان، الناس رح تتفاجئ من عمل فلسطيني. اجتنا دعوه على طول انه نعرض بمهرجان فلسطين للرقص المعاصر. تجربتي الاولى الرسميه في خلال مهرجان في فلسطين. امتى بلشوا؟ دخلوا الناس. العين تغمض ثم تنظر، سائق السياره الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها، والقدس صارت خلفنا، والعين تبصرها بالمرآة اليمين تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب. إذ فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت في الدمع، قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت: يا أيها الباكي وراء السور، أحمق أنت؟ أجننت؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. رسالتي للشباب الفلسطيني بكل محل انه الواحد لازم يلحق هدفه ويحقق حلمه. بتوقع انه الافلام هي اكثر رساله بتوصل الهدف للشباب بشكل جميل وبصوره سلسه، وبالتالي بتمنى انه الكل يحاول يركز على الافلام بطريقه حلوه. شكرا. فيلم أحمد البكري بيحكي عن ثلاث قصص، واحدة بتحكي عن شاب اللي هو كتير حابب يكون في موضوع الرقص المعاصر، وبنفس الوقت عن شباب اللي هم بدهم يرسموا على الجدار وبدهم يوصلوا القدس، ولقيوا من الجدار آلية اللي يمكن يرسموا أحلامهم عليها، وبنفس الوقت قصته هو وزميل له لما نزلوا على القدس لحتى يكونوا في تجربة أداء للمسرح الوطني الفلسطيني. دائما نحن بنشجع الشباب الفلسطيني أكيد. لحتى يبعثوا لهم أفلام، يبعثوا أفلامهم، لأن في الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب بيلا. وبهيك صبرين بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم عن البيجروت ومنهاج الفلسطيني والمساوئ اللي بالبيجروت والمساوئ الموجودة في المنهاج الفلسطيني. نلقاكم بحلقة جديدة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء. علي صوتك بالغناء، لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما في عمرنا. علي صوتك، علي صوتك